عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل فروت سلاط، وهنجمله بشوية حاجات كده يعني هتشد ولادنا. أولا احنا معنا الفواكه مقطعينها تمام جاهزة اهي، ومعنا عصير مانجا عليه معلقة عسل نحل حبة البركة. ده مهم اليومين دول ان احنا نستعمل حاجات ترفع من المناعة. نصبه بالراحة كده، احنا مش عايزينه يطلع لفوق، هو بس كده لتحت تمام. ومعانا بقى شوية كريم شانتيه. الفواكه اللي حطيناها بقى على حسب الرغبة، يعني حاطين تفاح وكيوة وخوخ وبرقوق اللي عندك في البيت. حط واحدة كريز فوق هنا. في بقى البسكوت ده، بسكوت الشوكولاتة ده، لو دخلناه كده هيشد برضو ولادنا وهيعجبهم، وهيبقى طبق حابينه، يعني هيحبوا ياكلوه عشان شكله. حتى لو البسكوت متكسر معانا برضو حطيه كده هيجذب ولادنا. عندنا كمان بقى ايه، صوص فراولة، رش منه بالراحة كده رشة خفيفة. دي حاجات اللي بتجذب الولاد، والطبق ده قيمته الغذائية عالية جدا، ولادنا بيحبوه. وكمان موضوع عسل نحل حبة البركة ده مهم، عشان الكورونا الأيام دي محتاجين نرفع مناعة ولادنا بطريقة. ده توت بري، صوص توت بري، بطريقة هما ما يبقوش حاسين ان هما بياكلوا العسل، يعني مش بيحبوه، فاحنا ننوع لهم فيه. هنحط على الوش كمان شوية فراولة كده، بس كده. وده احلى طبق فروت سلاط واسرع طبق. حط كمان واحدة هنا كريم شانتيه على الجنب كده، وهنا كمان، على قد ما تقدري تجملي الطبق لولادك علشان يشدوه. وزع عليه كريز كده، هيبقى طبق رائع وقيمته الغذائية عالية، ان شاء الله يعجبكم. واللي حابب يعمل لنا اعجاب، واللي لسه مشتركش يشترك معنا في القناة عشان كل جديد يوصله. ونصلي سوا بقى على رسولنا الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. ميرسي ليكوا خالص، واحلى طبق فروت سلطة. السلام عليكم ورحمة الله.